نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. الأول، السؤال الأول، متى يخرج الرجل من أهل السنة؟ هل إذا اعتقد اعتقادا غير اعتقادهم، أو إذا وقع في شيء قليل من مما يخالف اعتقاده؟ نعم، أقول والله عز وجل أسأله التوفيق إلى الصواب فيما أقول. لقد اشتهر بين كثير من العلماء قديما وحديثا أن المسلم إذا أخطأ فيما يسمى عند العلماء بالفروع يعذر، أما إذا أخطأ في الأصول في العقيدة فلا يعذر. نحن نعتقد أن هذا التفريق أولا ليس له دليل من الشرع، وثانيا نعتقد أن المسلم ومن الواجب عليه أن يتقصد دائما وأبدا أن يعرف الحق مما اختلف فيه الناس، سواء كان ذلك متعلقا في الأصول أو الفروع أو في العقائد أو في الأحكام. فإذا أفرغ جهده لمعرفة الحق فيما اختلفوا فيه فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، كما هو معلوم من حديث الرسول عليه السلام المروي في الصحيح: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. هذا هو الأصل أولا. ثانيا، إذا المسلم كان حريصا على معرفة الحق ثم أخطأه ولو كان في العقيدة أو في الأصول، فهو غير مؤاخذ أولا، بل هو مأجور على خطئه أجرا واحدا ثانيا لما سبق ذكره. يؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيح أيضا من حديث حذيفة ابن اليمان وغيره من الأصحاب الكرام، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الوفاة جمع بنيه حوله فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني مذنب مع ربي، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فإذا أنا مت فخذوني وحرقوني بالنار، ثم ذروا نصفي في الماء ونصف في البحر ونصفي في الريح. فمات الرجل وحرقوه بالنار وذروا نصفه في البحر ونصفه في الريح. قال الله عز وجل له: كوني فلانا، فكان بشرا سويا. قال له: أي عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ قال: ربي خشيتك. قال: فإني قد غفرت لك. فالله عز وجل قد غفر لهذا الإنسان ما أنه وقع في الكفر وفي الشرك، لأنه بوصيته هذه التي ربما لا يكون لها مثيل في كل الوصايا التي علمناها ووصل إلى علمنا
من حيث جورها وظلمها. فالله لم يؤاخذه بل غفر له، لأنه علم بأنه ما أوصى بهذه الوصية الجائرة إلا خوفا منه. فإذا المسلم الآن يأتي خلاصة الجواب، إذا كان المسلم يبتغي وجه الله عز وجل في كل ما يدين الله به ويعتقد فيه لكنه أخطأ الصواب، فلا شك أن الله عز وجل يغفر له خطأه بل ويأجره أجرا واحدا. هذا الذي ندين الله به ونفتي به دائما وأبدا، وخلاصة ذلك أنه خلاف الأصل والقاعدة أن الله لا يؤاخذ الإنسان على ما أخطأ وإنما على ما تعمده، وثانيا لمثل هذا الحديث الصحيح. هذا جواب السؤال الأول. فماذا بعده؟ وبعده ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء ذكر أن الرجل قد يثاب وعند حضوره في مولد أو في بدعة على حسب قصده ونيته، فما تقولون في ذلك؟ هذا ليس سؤال هذا لم يقرأ آلفا، أنت قرأت سؤالا تضمن فروعا كثيرة. نعم. فلعلك قفزت قفز الغزلان. ايه قفلت. لماذا قفزت؟ نعود الاول. نعم. معناها قلنا سؤالك الاول تضمن اسئله. نعم. فالفرع الاول الان عدته عليه واعطيتك الجواب، لانك بنيت على سؤالك الاول انه هل هو يخرج من اهل السنه والجماعه، واسئله كثيره جاءت في نفس السؤال الاول. طيب. نعم. يعني في أشياء أنت الآن قفزتها، ما أدري إذا أنت استغنيت عنها فهذا شأنك، لكن أنا شاعر بأنك بحاجة إلى بقية الأسئلة. نعم. قلنا متى يخرج الرجل من أهل السنة؟ هل إذا اعتقد اعتقادا غير اعتقادهم، وإذا وقع في شيء مخالفا لما كان عليه أهل السنة ولو كان في فرع واحد، هل يطلق عليه أنه مبتدع؟ هذا سؤال مهم، لكن يمكن أن يفهم جوابه على ضوء الجواب عن السؤال السابق. فنقول إن كان ابتغى وجه الحق والصواب فأخطأه، فلا يجوز أن يقال إنه ليس من أهل السنة والجماعة لمجرد أنه وقع في خطأ، أو لنقل كما جاء في سؤالك وقع في بدعة. كثير كما يعلم طلاب العلم فضلا عن أهل العلم، كثير من العلماء يقعون في الحرام، ولكن هل يقصدون الحرام؟ حاشاهم. فهل يأثمون بذلك؟ الجواب لا. لا فرق إذن بين عالم يقع في استحلال ما حرم الله باجتهاد هو مأجور عليه، أو بين عالم آخر وقع في بدعة دون أن يقصدها وإنما قصد السنة فأخطأها. لا فرق بين هذا وهذا. ولذلك فنحن نشكو الآن من هذه الثورة التي ثارت في السعودية الآن بين أهل السنة أنفسهم، حيث أنه ظهر فيهم من يظن بأنه خالف أهل السنة في بعض المسائل فبدعوه وخرجوه عن أهل السنة. حسبهم أن يقولوا بأنه أخطأ أولا، ثم عليهم أن يقيموا الحجة من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح ثانيا. أما أن يزيدوا في الفرقة فرقة وخلافا فهذا ليس من عادة أهل السنة والجماعة أبدا. لذلك
فلا يجوز أن ينبذ من قد يخطئ في مسألة على التفصيل السابق سواء كانت أصلية أو فرعية، كانت عقدية أو فقهية، لا يجوز أن يضلل وإنما يعامل بالذي هو أحسن.